السلام عليكم أحبتي الكرام، أهلا وسهلا بكم مجددا في هذه الحلقة المميزة التي سوف نتناول فيها 10 كلمات نراجعها، من ثم نجري الاختبار بهذه ال10 كلمات الإنجليزية. ركز معي جيدا من الآن حتى نحفظ أكبر كمية من المعلومات. طبعا مثل ما قلنا سوف نراجع 10 كلمات نستخدمها في جمل حتى نستفاد منها، وحوالي هدفنا 95% من الكلمات سوف نحفظها. إذن ركز معي جيدا من هذه اللحظة، راجع معي جميع الكلمات، احفظها وجاوب على كل سؤال، واكتب جميع الأجوبة التي مرت عليك في الاختبار في التعليق. إذا واجهتك بعض الصعوبات في بعض الكلمات، حاول أن تراجع الدرس من البداية وتحفظها بشكل جيد. الكلمة الأولى عندنا كلمة بي، كان، أصبح، أو يوجد، أو ذهب، أو بقي. عندنا مجموعة معاني لهذا الفعل، فعل بي، وهو فعل مهم جدا باللغة الإنجليزية. فعل بي سوف نأخذ مثال عليه واحد، إذا كنت تريد المزيد بإمكانك مراجعة الكورس الثاني ألا وهو 1000 كلمة إنجليزية في دقيقتين، كل كلمة نشرحها على حدة. راح تلقى الحلقة 71 في هذا الكورس كلمة بي، هناك بإمكانك أخذ أمثلة أكثر وأهم المرادفات لكلمة بي. إذن المثال على كلمة بي: I want to be a teacher. I want to أريد أن أصبح. I want to be، أريد أن أصبح a teacher، معلما. I want to be a teacher. كلمة ثانية become أصبح أو يصبح. حاول طبعا دائما أن تكرر الكلمات بصوت مرتفع حتى تتقنها باللفظ الصحيح، واكتبها في كراسك أيضا. become مثال على كلمة become: they will become part of the solution. They will become part of the solution. سوف يصبحون جزءا من الحل. They will become part of the solution. Solution حل. They will become part of the solution. سوف يصبحون جزءا من الحل. خلنا نأخذ الكلمة بعدها. Bank مصرف. Bank. How could a man with 4 million in the bank be in financial danger? How could a man with 4 million in the bank be in financial danger? إذا ركز معي. How could a man with 4 million in the bank be in financial danger? كيف يمكن أن يكون رجل لديه 4 ملايين في البنك في خطر مالي؟ Danger خطر، financial danger خطر مالي. إذن how could a man with 4 million in the bank be، هنا البي مرت علينا بالكلمة الأولى اللي هي يصبح، يكون، be in financial danger. كلمة بعدها before قبل أو من قبل أو أمام. before. It's never happened to me before. هذا لم يحدث لي من قبل. It's never happened to me before. ممتاز. كلمة begin بدأ، استهل، أخذ في أو وقع. Begin مثال على كلمة begin: I cannot begin to understand the person that thought up that. I can't begin أنا لا أستطيع البدء، to understand في فهم، the person الشخص، that الذي، thought up that الذي فكر في ذلك. I cannot begin to understand the person that thought up that. ممتاز. كلمة بعدها behavior وكلمة مهمة جدا أيضا بالإنجليزية، خلينا نحفظها. behavior سلوك، تصرف. behavior مثال على كلمة behavior: My sisters will instruct you in the behavior I expect of you. سترشدك أخواتي في السلوك الذي أتوقعه منك. My sister will instruct يرشد أو يشرح. يرشد you، سوف يرشدك، in the behavior في السلوك I expect of you
في السلوك الذي أتوقعه expect أتوقع of you الذي أتوقعه منك. كلمة بعدها behind behind خلف behind تأتي بمعنى تسول وراء أو إلى الوراء behind whatever you decide to do I will be behind you مهما قررت فعله سأكون خلفك. هنا أيضا مرت علينا فعل بي اللي هو فعل مهم جدا بالإنجليزي حاول تحفظه بشكل جيد. whatever مهما you decide decide يقرر you decide to do تقرر أن تفعل I will be أنا سوف أكون behind you خلفك. ممتاز. جملة البعد كلمة بعدها believe believe يصدق صدق اعتقد believe believe I can't believe I have finally found you I can't believe I have finally found you لا أصدق أنني عثرت عليك أخيرا. كلمة بعدها benefit benefit فائدة مصلحة benefit benefit It would be to your benefit to take a break. أيضا مرت علينا هنا فعل be. كم هذا الفعل مهم جدا إذن. It would be to your benefit to take a break. سيكون من مصلحتك أن تأخذ استراحة. Break استراحة. It would be to your benefit to take a break. فنقرأها معا أنا وأنت. It would be to your benefit to take a break. ممتاز. والكلمة الأخيرة بهذه الحلقة اليوم قبل ما نبدأ بالاختبار هي كلمة best best الأفضل الأحسن. إذن كلمة best best نأخذ مثال على كلمة best. What was the best time of your life? What was the best time of your life? ما هو أفضل وقت في حياتك؟ What was the best time of your life? اقرأ معي. What was the best time of your life? What was the best time of your life? حاول أن تتدرب على اللفظ الصحيح بتكرار جميع العبارات والكلمات والجمل بصوت مرتفع لكل عبارة 5 مرات حتى تتقنها باللفظ الصحيح بشكل جيد، وهذا سوف يساعدك على المحادثة باللغة الإنجليزية بشكل كبير جدا. إذن What was the best time of your life? اقرأ بصوت عالي معنى هذه الجملة ما هو أفضل وقت في حياتك. خلينا الآن نبدأ بالاختبار المهم. عندنا اختبار من 10 كلمات سوف نسألك عن كلمة كلمة ما معناها وبعض الأسئلة المهمة في ال10 دروس. ما مطلوب منك هو الإجابة على كل سؤال لوحده وتركه في التعليق حتى تتدرب أنت على الكلمات التي مرت عليك وتساعد الآخرين أيضا في التعلم. إذا واجهت بعض الصعوبة في بعض الأسئلة اكتب رقم السؤال وارجع راجع الدرس من جديد واحفظ وتعلم بشكل جيد. إذن ترجم هذه الجملة للغة العربية. هذا السؤال الأول، ترجم هذه الجملة للغة العربية. I can't believe I have finally found you. ما معنى هذه الجملة باللغة العربية؟ I can't believe I have finally found you. اكتب الإجابة، الإجابة رقم 1 و الترجمة بالعربي. كسؤال بعده، ترجم هذه الجملة للإنجليزية، يعني من اللغة الإنجليزية من العربية للإنجليزية باستخدام فعل best أو باستخدام كلمة best، عفوا best ليست بفعل. إذن ما هو أفضل وقت في حياتك؟ ما هو أفضل وقت في حياتك؟ ترجم هذه الجملة واستخدم فيها كلمة best. كيف نقول باللغة الإنجليزية ما هو أفضل وقت في حياتك؟ السؤال الثالث، اكتب معنا هذه الكلمة benefit واستخدمها في جملة. benefit ضعها في جملة. روح للسؤال الرابع، كيف تلفظ هذه الجملة؟ اقرأها أنت. إذا قرأتها بالطريقة التالية فأنت قرأتها بالطريقة الصحيحة، وإذا قرأتها بطريقة أخرى حاول تكرار هذه الجملة 5 مرات حتى تحفظها بشكل جيد. What was the best time of your life? What was the best time of your life. هل قرأتها هكذا؟ إذا قرأتها هكذا فأنت قرأتها صح، وإلا كررها 5 مرات. سؤال بعده، اكتب معنى كلمة believe. believe ما معنى كلمة believe؟ اكتب معناها واستخدمها في جملة. believe
إذن ترجم هذه اللغة الجملة من العربي للإنجليزي واستخدم كلمة before في الترجمة. هذا لم يحدث لي من قبل. هذا لم يحدث لي من قبل، كيف نقولها باللغة الإنجليزية؟ استخدم كلمة before فيها. السؤال السابع، ما معنى كلمة begin؟ وضعها في جملة. اكتب معناها كلمة begin وضعها في جملة. السؤال الثامن، It would be to your benefit to take a break. It would be to your benefit to take a break. ترجم هذه الجملة للغة العربية، ما معنى It would be to your benefit to take a break. السؤال التاسع قبل الأخير، I cannot begin to understand the person that thought of that. ترجم هذه اللغة العربية، ما معنى هذه الجملة؟ I cannot begin to understand the person that thought of that. ممتاز. السؤال الأخير عندنا في هذه الحلقة هو اكتب معنى كلمة be. وهذا الفعل مهم جدا جدا باللغة الإنجليزية، لذا حاول التركيز عليه جيدا وحفظه وتعلم استخدامه بشكل صح. إذن اكتب معنى هذا الفعل. شكرا لكم على المتابعة. أتمنى الآن هذه الحلقة، أتمنى أن تكونوا استفدتم من هذه الحلقة بشكل جيد. حاولوا تكرار هذا الدرس عدة مرات حتى تحفظوا جميع الكلمات بشكل جيد قبل الانتقال إلى الدروس الأخرى. ولا تنسوا الاشتراك والضغط على إعجاب وتفعيل زر الجرس ومشاركة هذا الفيديو لجميع أصدقائكم، فإن هذا الشيء مهم جدا جدا لنا، لأننا نضع الكثير من الجهد والوقت في إنتاج هذه الدروس.